مساء الخير للفنان عبد الله الخرشمي. مساء الخير عليك عبد الله. اهلا وسهلا مسيك بالنور. اهلا وسهلا حبيبي. يا اهلا وسهلا فيك. طبعا نشكر اليوم هذه المداخله الجميله منك، وان شاء الله ندردش وياك شويه في سوالف وعلوم عن الاغاني وغيرها. ايش رايك في الاختيارات اليوم، واي اغنيه اذا انت راح تختار في تويتر؟ ذاك الاناني جبت لي الموت والارضاي. اول شيء امسي عليك بالخير، وامسي على هذا المستمعين وكذلك المشاهدين واهلنا في عمان، نحبهم كثير دائما سباقين بالكرم والجود والاخلاق الجميله. تسلم تسلم. تحيه لكم من طيبكم فيصل. عبد الله عفوا، عبد الله شو الاغاني اللي راح تختارها؟ من اي اغنيه تقصد؟ يلا اذا ذاك الاناني جبت لي الموت رضاي، لو مش عبد الله اللي مغننهم يلا. هو خلاصي واضحه لمين رايحه. ذاك الاناني؟ اي اكيد طبعا. صح كل التصويت رايح عليها. اي طبعا. لا هي الحمد لله يعني لقيت الحمد لله اشارات اتباعها ابدا يعني. ايوه ما كنت متوقع ابدا هذا النجاح عبد الله. والله شوف يعني احنا كان فريق العمل كنا نقول اذا جابت المليون كويس يعني مشاهده، لانه لسه انا يعني اشوف نفسي لسه في البدايه طريق الصعود، فما يصير الواحد طماع يعني. اوكي يكون عندك اهداف واحلام، لكن برضو لازم تكون اكثر واقعيه حتى انك انت تقدر تقيس. ايوه. واعمالك هي اللي بتخليك يعني تنتشر بشكل اكبر، وتحاول انك قد ما تقدر تصير حريص في اختيار اعمالك. الحمد لله يعني انا اشوف انه هذا التوفيق من الله، انه في البدايه وحققت الانتشار هذا، يعني هذا يحمل لي مسؤوليه اكبر يعني. جميل جدا. 32 مليون مشاهده للحين على اليوتيوب، وان شاء الله في ازدياد بنجاح هذه الأغنية. وأكيد الأغنية انتشرت يعني في كل الإذاعات، الناس كلها قامت تسمع هذه الأغنية، ونتمنى لك إن شاء الله دوم عبد الله هذا النجاح. فيصل موجود عندنا في الاستوديو. فيصل لي مساك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا في فيصل. الله يخليك إن شاء الله، منور كل الحتة مثل ما يقول أخواننا الطيبين. نورك نورك أنت وخي راشد. الله يخليك إن شاء الله. أستاذ عبد الله، إذا جينا نتكلم عن الأغنية بالذات اللي هي ذاك الأناني، ليش اخترت بذاك الأناني؟ شوف أنا فيني طبع يعني، يمكن هذا سر يعني أول مرة أعلم في أحد لما أشتغل. عادة بأخذ الكلمات وبأبحث عن أبرز الكلمات الموجودة في أي قصيدة، وأحاول أشيك عليهم إنه ما يكون في اسم أغنية مشابهة لها عشان ما يصير في يعني تداخل. أيوة. فللأسف كانت يعني أغنية ذاك الأناني يعني أكثر الكلمات اللي موجودة في لها أغاني طالعة. عرفت. فيمكن الكلمة أو الجملة اللي كانت تقريبا ما في شيء مشابه لها هي ذاك الأناني. ولا انا اساسا كنت حسميها جلطه، بس اكتشفت انه في اغنيه الفنان عبد المجيد باسم جلطه. جلطه يعني. صحيح. جميل جدا. عبد الله لو نتكلم عن ايضا تواجد يعني الطفل الجميل جدا فيصل العتيبي ومشاركتك في كفر لهذه الاغنيه، هل زاد من نجاح الاغنيه؟ طبعا لا شك يعني الناس حبت الفكره يعني كان يعني في كثير في هاجس عند الناس انه الله لو عبد الله يعني دعمها الولد، فسبحان الله جت يعني هي مصادفة يعني لا أقل ولا أكثر. وكانت الفكرة أنه أنا بالسناب شفت المقطع اللي أيوة. انتشر له وهو يغني في محل أعتقد تجاري، فطلبت أحد يوصلني له، فتفاعل الجمهور وصلوني فيه. وبعدين عاد كبرت الفكرة من خلال التلفزيون السعودي أنه حبوا أيوة. يتبنون اللقاء اللي حيصير بيني وبينه، وأنه يطلع فيه حاجة كذا مادة خفيفة ما تكون فيها تكلف، والحمد لله يعني. لا لا العمل كان جميل جدا يعني. أيوة جميل جميل جدا. طيب أنت الحين دعمت الطفل فيصل، منو دعم عبد الله في بداياته؟ أنا شوف أنا ما يعتبرني دعمت فيصل فعليا. فيصل صوت جميل أصلا. عرفت يعني هي كل الفكرة أنه أنا حبيت أني أنا أغني وياه سوا يعني. ففعليا هو ما شاء الله قوي في ذاته يعني. جميل جميل جدا. ها نسميه تواضع؟ لا هو مو تواضع. لا والله عشان بس بعد ما يفهم. أيوة صحيح صحيح صحيح. جالس مثلا يقول أني أنا صاحب الفضل. لا الفضل الله سبحانه وتعالى. صحيح صحيح. الأحد. أنا كنت سبب في القضاء قلولك. جميل جدا. زين منو اللي دعمك، منو اللي ساعدك في بداياتك عبد الله؟ والله ناس كثير صراحة ساعدتني.
يعني الحمد لله يعني كل الناس اللي حولي كانت تدعمني اليوم أنا صغير. حتى بالنسبة لي الناس اللي كانت تحبطني أنا أشوف أنها كانت تدعمني يعني وتخليني أتحدى أكثر. جميل جميل جدا. الله يخليك عبد الله وما شاء الله عليك، هذا يندل على تواضعك الجميل وأخذ بإيد الشباب بين فترة وفترة. عبد الله ليش تختار الأغاني السنجل؟ والله الأغاني السنجل إلى الآن يعني الآن توجه اليوتيوب الجديد إنه قاعد يدعم خاصية الميوزك، ف يعني قضية الألبومات يمكن صارت الآن ما عاد لها يعني تواجد إلا في شيء واحد، أنه تخدم الفنان أنه يكون عنده أرشيف كبير يساعده في أنه لما يطلع حفلات يكون عنده شيء كبير يغنيه. لكن كقضية بيع أو كاسيت أو سيديهات أو هذه كلها خلاص راحت، يعني راحت مع الزمن فما في منها تقريبا عائد. فصار الآن الأكثر من الفنانين أنه مركزين على هالشيء. أنا بالنسبة لي أنا أشوف أن السنجل مهم، ممكن يكون فيه ميني ألبوم أو ممكن يكون فيه ألبوم بس جاست الموضوع لتكثير أعمالي، إنه يكون عندي أعمال كثيرة ويكون عندي أرشيف كبير ومن خلاله أقدر أطلع يعني حفلات كبيرة يعني. ممكن تسمعنا شيء كذا بصوتك الجميل؟ والله عاد أنا ترى توي طالع من الإنفلونزا، عادها إذا سمعت صوت ثاني. الصحة والعافية يعطيك الصحة والعافية. خلينا نسمع شيء كذا جميل دائما يعني تبدعنا فيه، وخلي شيء حصري كذا على الشبيبة. تمام. مساج معناته تخفض لي الميوزك اللي عندكم شوي. يا خلاص نوقفها. يا كثر اللي سألوا عنك وما كثر من قطع بالصوت، ولا ودي أقول رحلت وجبت للموت من كثر اللي سألوا عنك وما كثر من قطع بالصوت، ولا ودي أقول إنك رحلت وجبت للموت. الله يا سلام يا سلام مره مخنوق يا سلام. احنا قاعد نقش عريره داخل الاستوديو. عبد الله الحفلات والاعمال القادمه اللي راح تقدمها خاصه الموسم، خاصه الفتره تحصل موسم الحفلات والاغاني في كل مكان، وين ممكن نشوف عبد الله الفتره القادمه؟ والله الحمد لله يعني خلال الفتره الماضيه كان في تنسيقات على مستوى السعوديه، على مستوى الامارات، على مستوى البحرين، الكويت، مصر، المغرب، وإن شاء الله نقول بعد في عمان طبعاً. الشيء أكيد نعم بندخل في النص. انتظارك في انتظارك. وبين أهلك وناسك بالعكس. أنا أكيد طبعاً بكون بين أهلي يعني يتقوني على عمان أكيد أكيد في انتظارك. عبدالله عبدالله سؤالي لك، إيش السنجل الناجح إيش مكوناته؟ هل هو توزيع قوي، لحن قوي، كلمات، صوت، إيش المكونات الأساسية في السنجل الناجح أو في العمل الناجح بشكل عام؟ في الأعمال الفنية ترى من أصعب الأشياء أنك أنت تقدر تقول عن عمل أنه ممكن ينجح، أو مثلا ممكن لو عملت شيء فلاني ممكن ينجح صراحة. يعني هذا اللي أنا شفته ومارسته وشفت أيضا غيري يأكد هالمعلومة، لأنه أحيانا ممكن أنت تتوقع أن اللحن يحبون الناس بس تتفاجأ العكس، تتوقع أن الكلمات يحبونها الناس بس تتفاجأ بالعكس، تتوقع انه الميوزك او يعني توزيع الموسيقى بيحبون الناس برضو تتفاجأ بالعكس. للأمانة يعني هذا الشيء صعب جدا تقديره، لكن اللي انا اسعى له دائما اني قد ما اقدر اكون مكتمل يعني من جميع النواحي، واقدر اقيس من خلالها يعني الفترة هذه الناس اذنها وين رايحة. ايوه وبالأخير يعني التوفيق من الله يعني بالأخير أنا ما أقدر أجزم على عمل إنه واو هذا العمل أنا أتوقع إنه هذا حيضرب مثلاً 10 مليون شيء. لا صراحة صعب. أنا أنزل العمل وأقول خلاص دام نزل خلاص الباقي عند الناس. طيب إيش العمل اللي شوية صدمك ردت فعل الناس؟ كنت متوقع مثلا أنهم راح يحبون اللحن وحبوا الكلمات، كنت متوقع أنهم راح يحبون الكلمات وحبوا التوزيع مثلا، إيش العمل اللي ما كنت متوقع في شيء راح يحبونه الناس؟
ما يحبونه. ايوه يعني كنت متوقع انه راح يضرب اللحن بشكل قوي لكن والله شوف جبت لي الموت كنت يعني كان اول سينجل بالنسبه لي طبعا. أيوة. انا ما كنت متوقع انه ارقام كبيره لكن انا كنت يعني اقول انه هذا الـ يعني الـ الاختبار الاول. ايوه الاختبار الاول لذائقه الجمهور اللي بيستمع لعبد الله عنا والله يعني كان يعتبر جبت لي الموت هو اكثر الاعمال اللي تم الصرف عليه يعني. أيوة. يمكن أضعاف 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 الأعمال الأخرى كتوزيع ومكس وغير. أيوة. كتوزيع والأسماء اللي شاركت فيها أسماء كلها كبيرة. صحيح. وتشتغل مع أسماء فنانين يعني كبار مرة. مع ذلك ذاك الأناني نجحت بشكل أكبر. كانت بسيطة جدا. أيوة. يعني بسيطة جدا 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 يعني طريقة ما تتخيلها كانت شبابية. أيوة. عبد الله أنت قلت تدرس الأذن الحين أنت قاعد تدرس الأذن وين رايحة خصوصا في مجتمعاتنا الخليجية وين رايحة الأذن لأي ستايل من الموسيقي؟ صارت تحب الستايل الشبابي أكثر كلمات تكون سهلة عشان تكون متدارجة وسهل الحفظ أو تحفظ كلماتها. صارت الأذن تميل أحيانا حتى للحن أكثر من الكلمات يعني ممكن الحين الناس تحب لحن بس تلقى كلمات جدا عادية بسيطة. صارت الناس أيضا ما تحب الأعمال الطويلة. أيوة. الأغنية الثلاث دقائق ثلاث دقائق ونص يعني ما تحب أي ما تحب الأغاني الطويلة بعكس زمان يعني تتكلم عن أغاني بعدها توصل 45 دقيقة وصح. صحيح. فصارت إذن المستمع الآن تعرف الحين في عالم سرعة وعالم سوشيال ميديا والناس تتعرض المعلومات بشكل يوم بشكل كبير يعني. أيوة. طيب عبد الله إحنا طبعا استمتعنا وياك في هالدقائق اللي دردشنا وياها فيك ومتشرفين اليوم بتواجدك في برنامجنا وهالفترة خلنا نقول البسيطة اللي أخذناك فيها. عبد الله إيش ممكن نختم وياك إيش بتسمعنا؟ الله يسعدك ما شوية عاد يعني اعذرني أني شوية راح صح مريض وكذا بس والله طمعيني شوية طمعيني بصوتك. الله يسعدك الله يسعدكم أنا أتشرف فيكم وسعيد جدا باللقاء وننتظر زيارتك للسلطنة بإذن الله من عيون الثنتين. بالعكس أنا ما زرتها الأمانة يعني من زمان كنت أغلب دول الخليج زرتها بس عمان لأني أحس أن زيارتي لها لازم لها زيارة خاصة جدا لأني حطول فيها. لا خلاص إذا بتجيك الدعوة خلاص جاي الله. طيب عبد الله شو بنختم وياك اليوم؟ شو بنختم شو بنختم نبقى شيء كذا إحساس. طيب نختم بذاك الأناني معناته يلا. ثاني ثاني راحوني ثاني ذا كل اناني وزاد الجرح جلطة جتني وغلطة اني احطها قلبي يا طه يا ما كنت أتلامى سلامة مثل الرماح عانى قلبي بزمانة ضيع حنانة والحزن لا. الله عليك الله 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 مشكور على الصوت الجميل يا مانا. اليوم ترى يعتبر اني سويت انجاز عظيم اني قدرت ارجع اغني بعد اليومين اللي راح. يلا نعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله دوم باذن الله. الله يعافيكم ان شاء الله. عبد الله كلمه اخيره تقولها لكل اللي قاعد يسمعك الحين. والله بالعكس سعيد جدا بهذا اللقاء وسعيد بكل الناس اللي استمعت لهاللقاء وان شاء الله نقول القادم ان شاء الله افضل بكثير من اللي مضى وينتظرونا ان شاء الله في الجديد ونقول لكم ان شاء الله دائما نلتقي على خير وعافيه وانتم ان شاء الله بصحه وسلام يا رب. امين جميعا يا رب. عبد الله الخرشمي نشكر تواجدك اليوم معنا في البرنامج وان شاء الله ننتظر جيتك السلطنه. يا هلا اتمنى لك يوم سعيد ان شاء الله. شكرا عبد الله. شكرا.